مبادرة السيد الصدر، يعني نود أن نستفهم منك أيضا بخصوص رد الإطار على مبادرة السيد الصدر التي دعا فيها لتغيير الوجوه أو اللجوء لوجوه جديدة لإدارة البلد في المرحلة المقبلة، هل لا يزال الرد غائبا من قبل الإطار حتى اللحظة؟ بصراحة يعني اليوم أنا أتحدث كائتلاف النصر ونحن جزء من الإطار. بصراحة نرحب بأي مبادرة تطرح لإنهاء الانسداد السياسي. يعني مبادرة السيد مقتدى الصدر مبادرة محترمة ومقدرة، ولكن بنفس الوقت يجب أن تكون المبادرات واقعية. يعني اليوم أنا عندما أرفع سقف المطالب في ظل الصراع المحتدم بين الطرفين على معادلة الحكم في الوقت الحاضر ممكن صعب تطبيقها، لذلك يجب أن يكون أولا أي مبادرة يجب أن تلقى بالرضا وتتحول المبادرة إلى طاولة الحوار لنقاشها، أما طرحها فقط وعدم قبولها من الطرف الآخر لا يكفي. بصراحة يجب أن تكون هناك تنازلات مؤلمة تحافظ على المبادئ من كل الأطراف، إذا كان من التيار أو الإطار، حتى نستطيع أن نمضي بطاولة الحوار اللي أعتقد هي الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، وتفكيك هذه الأزمة وهذا الانسداد لا يأتي إلا من خلال مرحلتين. أول مرحلة يجب أن تكون مرحلة آنية لإنهاء الانسداد، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة المستقبلية اللي هي خطة استراتيجية لرسم خارطة سياسية جديدة ممكن تطرح فيه هذه الملفات: تشكيل حكومة بدون أن يكون هناك وجوه جديدة، تغيير شكل النظام السياسي، تغيير قانون الانتخابات، تحويل النظام من برلماني إلى مختلط. هذه ممكن أن تناقش أو ترحل هذه الملفات الكبرى ما بعد أن يكون هناك إنهاء للانسداد وتحول الصدام من الشارع إلى طاولة الحوار، وأعتقد هذا هو الحل الوحيد للخلاص من هذه الأزمة والخصومة الكبيرة بين الأطراف السياسية.